تيق بيا الا كنتي ساكن في حي شعبي غادي يدخل معاك الديسك هذا بالرجول. اليوم جايب لكم بعض الرياكشن عرفتي ولا هادشي زال خوتا اش قلت لكم؟ قلت لكم الشمال زاد يا مات صاحبي زاي 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 طالع الجوك ديال بصح مستر علاء قبيله يلا مريح الدب وحق قرب شعل نتفليكس ما نتفرج واحد لا سيري ويبان ليا مستر علاء لاح البلان ديالو دابا يلا تلاح يلا حطيت لكم فهمتي ساليت البلان ديال روفيكس قلت اجي نتفرج شويه فهمتي واحد السيري شحال هادي وانا باغي نتفرج فيها طالع مستر علاء وانا نوض حق قرب درت بوز قلت صافي خلي الحبس ليا تسالي الرياكتي وعلى مستر علاء. مستر علاء الخوت من الدراري اللي احترمتهم فهمتيني عرفتي شي واحد فاش كتحترمو كتسمع ليه الديسك الاول ديالو كتعرفو كاين كتحترمو فهمتيني صافي كتعطيه السلام ديالو وات ساتادا. اول تراك كنت رياكتيت عليه وسمعت ليه هو كان واقيلا البلان اللي كان مع لوكو الغضب والعيبات فهمتي عاد باش شفنا التفرقيعه ديالو بصح من البيف ديال الجزائر والمغرب فهمتيني البلان الدرونات ديال بصح حتى هو دخل معاهم في البيف واقيلا بجوج تراكات الا خفت الكذب ولا مع الثلاثه. المهم هاد الصاد هذا بين بانه عنده ديال بصح فهمتيني هاد الصاد هذا فهمتي اول مره كنت سمعت ليه كما قلت لكم بلان من البيف ديال هاد سميتو ديال لوكو الغضب والصاد كاين ديال بصح. المهم شو تمسكوا التراك الخوت هكذا حنايا فيديو كليب باينه غادي يكون تراك ابار ما كاين لا كلاش لا والو فهمتي حيت كاين تراكات كتسمعوا من فاهم كتحللوا من سميتو من العنوان الا كنتي ارتست مقود كتخلي البوبليك يحلل التراك من العنوان فهمتي حيت كيما شي وحدين اصحابي كيفقصوني كتلقى الديسك في جي والعنوان في جي فهمتي كيبغى يسمي شي سميه باش يتهنى منه وصافي. المهم الا كان فهمتي المهم لي زارتيست اللي مقودين زعما واللي عندهم من العنوان كتقرا العنوان كيبان لك واش كلاش واش يكون حزين واش يكون فهمتي مهيت. المهم شو تمسكوا التراك الخوت ليتس جو ديروا بلان اكرون كاليتي كاينه شوف على الخوت شوف هلا هرمانو كيف دارت تاك يا نوري يا نرمانو تنس كيرا خارا كيفا رابي الله وصافي كتاب كتيني مساكي موتوش كوميديا سمي كيدو بسباليوني وقال انا يا سميتو موتوش ما خنتي موي فليبانتي اكي بيدي برداب يا خي موتوش يا خي سي عبستو موتوش كوشات بيان دي برداب تنس كي بخا بريما بلو رابيرو دي برداب اكي بخا بريما كيدوي بالسباليوني يا فقراء وكل شي راضي بنصيبه خير فينا درامي عمار له جيبوه او هذا وسط تخيب اول مره نشوفو في وجه هذا الصاد هذا واحد قرب مع النقصور باش نخافو لي نيريبو نحطو راسنا على الوسادة وبالزربة نغيبو 30 متر الوالدة ولدة فرقة ماشي بنيدو حنا كبرنا بالمرقة ماشي بومبيس لوينا في الخرقة محفظة في مرس سنين الخاوة وبلوزة زرقة الله ما نكذب عليكم واقسم بالله صاحبي إيه فقرة العنوان طاح لي هاد الهيت هذا في دماغي واحد قرب واجي زورنا ولاد حي شعبي في الادريسة كرمو الضيف واخا قسمو ماديسة لبسنا غالية واخا لبسي اللبسة رخيصة تريح معنا والله ما تسخاب كليسة والله ما نكذب عليكم اخوت راه احسن حاجه صاحبي الاحياء الشعبيه وبالباله والله يا الخوت انت شوف شحال من واحد صاحبي راك شوف راه الدور كدور صاحبي وكتلقاش هذاك فهمتي واخا بعض المرات كيكونوا فهمتي المساوس كيكون الحبس وداك الشيء ولكن راه والله يا اخوت ما كاين بحاله وحق الرب عشرات انا والله ما نكذب عليكم راه بعض المرات صاحبي كندوي مع العشران فاش كنهبط للمغرب صاحبي كنقول لهم راه ما بغيت والو فهمتي باغي غير نحط شي كرسي فهمتي في الدرب ولا تبقى واقف في الدرب وخالقه مع العشران والله خوجي تصافي بليز يا واحد قرب علاش حيت كاينين شي لعيبات تا كتهرب منهم عاد باش كتعرف بالحق ديالهم واش فهمتي كاينين شي لعيبات اللي فاش كتكون كديرهم يوميا 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 كيوليو يجوك عاديين فهمتي كتولي تقول صافي الروتين ولكن تا كتهرب عليهم عاد باش كدير تفكر لايت علاش حيت كتشوف بنادم عايش واحد العالم اخر وانت كنتي عايش واحد العالم مقاول فهمتي بلان والله ما نكذب عليك فهمتي فيما كنهبط المغرب كنبغي نمشي للكروه فهمتي ونخلق مع العشران وتبقى فهمتي تبقى واقف في الدرب والله الخوت انت كتكون صافي بليز كتدور الصمتة والعيش فهمتي وتم ديز هادي تزلا فهمتي التعاون فهمتي
فهمتي المهم راك عارف فهمتش الاجواء ديال الدار فهمتي كتعاون هاد فهمتي المراه مسكينه الزل تقاد يتعاونها الزبل حاشاك فهمتي تعاونها الخبز الدار والله الخوش بقى وداك الشيء غادي وكينقص وحق الراه. فينا كويرياك ما وشربو فينا داكات راك يطلبو نشوفو صافيت كنهربو دردك يطلع لحقونا غنركبو ضروري كتلقى في الدرب شي جبيبان محلولين ديال الدار خصوصا في البلانات فاش كيكونوا مال الوقت ولا كتكون شي حمله ضروري كتقع شي جبيبان محلولين مع الدراري داك كلشي كيدخل للدار وحده صدمو ماكس في الشوك لا كنتي بلانطو في عيلك غيفرشوك بانو قيين وكاليتي حيث تنجاوها في مونتاليتي وديما نفسك كاسيدة ولاد الحومة بالغربة راه مريضة ديرو تفيعان الخريطة والله الخوت عاتي دابا صاحبي راه كيدوي اي واحد فهمتي في المغرب كامل الطاك هذا في المغرب كامل تيق بيا الا كنتي ساكن في حي شعبي غادي يدخل معاك هاد الديسك هذا بالرجول فهمتي علاش حيت كيعاود شي حاجه اللي في كاع الدروبه خريطة دراري بالغربة راه ويا ليلي يا ليلي وقد احنا يا عايشين في الحومة ويا ليلي يا ليلي مرة ضحكة ومرة مهمومة ويا ليلي يا ليلي وقد احنا يا عايشين في الحومة ويا ليلي ناري ناري التراك مقود والله يتم قلت لكم هاد الصوت هذا صافي وحق الرب وليت فان فهمتي دخل لي القلب وحق الرب يا ليلي مرة ضحكة ومرة مهموم قولوا با وماشي بابي حيت هادي فينا قاعدة قولوا مامي الشاب مامي حنا كنقولوا للوالدة الحديد في الاخر كيصب قولوا مامي غير الشاب مامي صد دماغ تدوخناش بحديدة خمسين بينا اوتوبيس والركبة كتجينا لديدة نزلوا لي كلام طعامنا وشرب من كاسنا واذا قاصوا شي واحد بحال اللي قاصنا شوفوا بنات الحومة دايزين نحني وراسنا بالحشومة والوقار هكذا تسبنا لساسنا ايه راه صاحبي مشى صاحبي راه كيقولش العيبات ناري صعيب هذاك الشيء اللي شوف حي شعبيه ما كنتيش ساكن في حي شعبي ما تفهموش ما والله ما تفهموا لفون الدراري اللي مبليان لازم لي تزوجوا ديان اللي في الغربة راكم مرضيان واللي في الحبس ما منسيان احنا احنا بيس اللوف احنا بيس اللوف احنا بيس اللوف من اوراق في الموف والله جات راك مهيج واحد قرب نابيس اللوف نابيس اللوف وين اوراق في الموبي وين اوراق في الموبي ويا ليلي يا ليلي وقت احنا يا عايشين في الحومة يا ليلي يا ليلي مرة ضحكة ومرة مهمومة ويا ليلي يا ليلي وقت احنا يا عايشين في الحومة ويا ليلي يا ليلي مرة ضحكة ومرة مهمومة سير اخوي الشبع الخرجة بطراك الله يتفسر وحقر راك يقول لك الصحبي بعض المرات بعض المرات راك يقول لك شي لعيبات سامبل كيديروا بوم فهمتي شو دابا ما دار والو ما دار والو يا راه ما تكونش عايش ما هاد البلان هذا ما تقدرش تكشب عليه بحال هكا فهمتي كيبان لك من الطريقه كيفاش مرابي كيبان لك عايشو فهمتي وكاتبو من القلب فهمتيني داك الشيء علاش ولكن شو دابا راه سامبل فهمتي داك الشيء اللي عايش في الدرب فهمتي نشوفو بنات الدرب نحني وراسنا العيبات مره مهمومه مره طافيه فهمتي البلان داك شوف والله الخوت هاد الشيء اللي كاين وحق الرب راه واخا داك شوف راه فاش فاش كتكبر وحق الرب فاش كتكبر وكتفهمتي كيسهل عليك الله وكتزيد قدام فهمتي جواد ديروا لي المهم فاش كتكبر كلها فاش كي فهمتي كيشطريح حتى كتكبر عاد باش كيبدا يرجعوا معاك هذوك اللعيبات اللور كتبدا تقول شوف خصوصا هاد ايامات صاحبي فهاد الاعوام الاخرى ما بقات الحلاوه والو فهمتيني يعني اللي خطف شي حاجه قبل راه خطافه فهمتي البلان اللي خطف شي لعيبه قبل شحال هادي كانوا كيقولوا لنا والدينا وفهمتي بنادم لاباي في الكراوه كان كيقول لك عتوما ما عشت والو حنا درنا حنا درنا فهمتي النص فيهم كيطلق فهمتي حيتاش ما حيت ما حاملناش حنا داكشي اللي كنعيشو فيه والنص فهمتي كان فري فهمتيني كان فري ولكن حنايا عشنا فهمتيني الجينيراسيون ديالنا حنايا عشنا عشنا ديال بصح يعني الا مشينا تقلنا سميتو لهاد نوفيل جينيراسيون حنا راه عشنا ودرنا غادي يبقى فيهم الحال 100% علاش حيتاش هما ما عايشين والو فهمتي حيت بحال دابا كتقول تقول لواحد لعبنا البي لعبنا النوك لعبنا فهمتيني طرومبيا فهمتي البي كاريستو
فهمتيني مقصر، لعبنا الزدي، لعبنا جواره غماله بوطو واحد ماس، فهمتي تجبد لي شي لعيبات يبدا يقول لك اوه انا كنت كندير تيك توك انا فهمتيني، كنت كنزوميو فهمتيني والله حتى العرفه وعقر طلعوا الخوت في نار جديد وراكشن جديد وتهلاو عليا في راسكم وما تزعطوش يلا تهلاو الخوت وديزولي بوت كونيكسيون انترنت الله يعاونكم.